السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندر رجعت لكم مقطع جديد. هذا الفيديو راح نلعب ايش اللي راح نشوف ميمز. اتوقع ان الموضوع صار تحدي. نزل ميمز يا شباب. انا ترى تقول لي نزل ميمز عارف بنزل. قلت حكيت لكم قصصي من اول. تكثر نزل ميمز اني ام السلسله ترى. ها ما عندي انا بس. يا شباب يعني ان شاء الله ميمز كل شهر. اول حاجه شكرا لكل واحد متابعني على السناب شات هذا. يعني شكرا مره. وترى يعني الشكر يشملك اذا انت باقي متى يعني تتابعني ذا يشملك الشكر يعني بليز. راح احط لكم رابط الريدت في الوصف. شكرا مره يا شباب. الان 40600 عضو. خلونا نشيك على الميمز ونشوف جودتها حلوه ولا لا. خلاص يا شباب خلاص هذه جزات اللي ياخذ البطاطس بليز ما. يلا نشوف الفيديو. اوكي فرق حاول ياخذ البطاط. اوكي ومحمد ناوي على البطاط. محمد نو. اوكي ها البطاط ما حد يجرب. شوف يا شباب ميمز البطاط ما حد يبغاه بس ان الفيديو هذا الصراحه رهيب. يقول لك واخيرا لقيتها بعد هذه السنين مخطوطة الحقيقة. السبب الحقيقي اللي يخلي بندر ما ينزل حلقة هو ان ميماتنا خايسة واغلبكم ينزل حاجات مسروقة وما تضحك او مقاطع ايديت مستهلكة. مستحيل. نعم هذه هي الحقيقة يا شباب. يعني اما تسوي ميم زي الناس ولا لا تطالبني كل اسبوع ميمز من الاخير يا شباب معليش. يقول لك ما فيش فرق صح؟ يلا نشوف. او ماي جاد ايه يا شباب والله من جد انا اشوف مرتين. او ماي جاد والله صح. لما تفشل في الامتحانات الاونلاين والله لايك. يا شباب والله من جد هذا عذر رهيب استخدمه يعني لو فشلت. لما اكون طفشان سوف استدعي مقاطع بندر. شوف تمدحني عشان احط ابوت ما راح احط. هذه الحركة سويناها الحلقة اللي قبلها ما في. بس شكرا مرة يعني. كونان زائد بندريت اكس. واو ديف والله رهيبة يا شباب. بس ما كأنه يعني كونان وبندريت اكس وفي نفس الوقت مين؟ توكوموري. يعني ايش تقصد؟ يعني ان انا غبي ولا ايش؟ ها؟ ها؟ عندما تقوم بنشر ميم وتحصل على 250 أبوت وتقوم بانتظار حلقة الميمز لمدة 3 أسابيع لكي تظهر بالفيديو. والله شوف هذه تبلع عليها داون فوت. من كثر ما يسامجة. بس بابلو سكوبار يعجبني والله شباب. هذا الممثل يعني. لما أكون في وحدي في البيت وأقول ما أحلى الهدوء وأسمع صوت يقول إيه والله. رهيبة. بندر يلعب لعبة ما فيها لعبة. المتابعين يا بندر. والله هذيك اللعبة رهيبة. قصدي مو لعبة. ديسلايك. اوكي. ادخلوا على ريدت ونزلوا الميمز وان شاء الله اني انزل حلقة قريب. لا يا شباب يا زي ما قلت لكم تنزل الميمز. انا طفتكم. لما تحذف الترم كامل والجامعه ترجع كل الطول. والله يا جماعه هذا وضعي بالضبط وربي. لما تروح للمستشفى لانك مصدع وتسمع الدكتور يقول للممرضه سجل حاله جديده. عندما يقوم بندر بشراء هاتف جديد فيغلقه بواسطة وجهه لكي لا يلمسه أحد ثم تقوم أنت في الليل وتضعه أمام القمر فيفتح. أنت الله والله حلوة والله أسطورة يعني. فعلا أنا شباب لو أشيل جوالي وأوجهه للقمر يفتح من جد. والله حبيت بس خلاص من بعدها ما راح أقبل أي مدح يا شباب. خلاص بس خلونا نشوف التعليقات حق ما أطول الذبة يا ولد. والله لحذف أم الترم. بندر في الجامعة المواد صعبة عادي الدكتورة المولع
ما في مشكلة مشي يلا. دكتور شرحه بيض مشي. عندك اجتماع يا راح اذف ام الدنيا. يا جماعة هذا مرة ازعجني مرة ما يوقف كل ما يشوفني. اكيد اكيد اجتماع صح اجتماع. بندر اذا نزل حلقة ميمز وشاف انا مبسوط. لا يا شباب والله يعني شباب ما انتم كلاب والله. الكلب كلب والانسان انسان وما اقدر ما يدري كيف يوضح النقطة بس اهم شيء وصلت يعني. سينطق اول مرة بندر ما راح ينزل ميمز. ليش رميت؟ بندر العاب وقصص الميمز. خلاص يا شباب خلاص زعجتم ام الميم فليم فليم. عزيز انا عندي 200 فوز في فورتنايت بندرتا انا عندي الايم. رهيبة رهيبة والله. يا اخي والله انكم دراما. بابا ما هو الميمز؟ ما ادري حبيبي احنا نتابع بندرتا. يا اخي انتم كذاب منزل لكم ثلاث حلقات وتنكر يقطع ام الدراما ان انا ما انزل مره. واو طيب طيب. تركيز الناس على وجه بندر تركيزي انا المسمار. يا شباب ان شاء الله ان شاء الله اني احاول اشيله بطريقه ما بس ما ابغى اخرب الجدار والله. لعبه بندرتا وتميسه السحريه للاندرويد اوكي من جد تبغون نخش في الجلد نخش من جد. لا امزح يا شباب من جد هذه اللعبه العبها ايه تستخدم حقوق العسك ارفع عليك قضيه ما عندنا نظام المشاهير احنا خلاص والله شكلها رهيبه يا شباب تسعون. واو والله شكلها رهيبه يا شباب. شوفوا مغامره بندر والتميس السحري هي لعبه عربيه عن قصه بندر ومغامرته في عوالم مختلفه لمواجهه وحش التميس. هذه اللعبه الكوميديه لا تاخذوها بشكل جدي. ايه امزح امزح معك شكلي راح اجربها والله اللعبه. ديم والله اخوي الصغير رسمها. اوه ماي جاد ديم بوي ديم. هذا انا اوكي والقمر مخفوص ورا وقمر اوه ماي جاد. واو مان واو. بندر في توب 3 ويسمع واحد يطلق. جربت السلاح يا حبيبي. خلاص هذا يوم زمان راح ندعس وامشي حبيبي. ديم بوي ثاني رسمه اسويها لك والله الرسمه رهيبه ذي وربي رهيبه. ديم حتى الشنب شوفوا كيف ضابطه مره يعني. لما بندر ينزل مقطع جديد هالايام يا شباب تابعوا ينزل. يا شباب السناب يا شباب السناب اتابعوني كلكم ما راح اوقف. اما واحد كمان شوف يتابع ما راح اوقف يعني. مخاوف بندر اوه. شوف انا يزيد سعود ابو مطرقه عاش من شافك ما مره طويل اليان اي سولوشن. واو هذه شباب الصراحه هنك عليه هذا يدل على انك متابع اسطوري والله متابع اسطوري دايم والله. بندر الذبيحه عندنا بثلاثة ريال البطاطا عندنا ب 700 ريال. حلا حلا. يد البلاي ستيشن اذا شافته خسر في فورتنايت. واو بندرت بعالم ماريو فان ارت وربي رهيب رهيب مره. شكرا يا امان شكرا. لما تطلع من البيت وبندر يشوفك يا هذا ما احذركم ايه لو تطلع اندعس ها ما تصير زي انت عندك الموضوع انا قلت لك بكيفك. بندرت اكس مافيا ديم بوي والله الصراحه ديم والله ديم يا جماعة. بعدين كلهم كذا يطلقون في نفس الوقت وأنا من سرعتي كذا اختفاء على طول. هذه شكلها راح أسمي المقطع بندرتا مافيا ديم. المخ الصغير هو إنك تعمل ميم عادي ت
تعمل ميم وتمدح بندر بجماله، هذا ذكي انت شوية. تعمل ميم تمدح بندر تفكر الناس يعملوا لايك سبسكرايب، هذا انت مخك هنا اكبر. تعمل ميم تمدح بندر تفكر الناس يعملوا لايك سبسكرايب فولو على الريد زي الانستغرام سناب شات تويتر، هذا المخ كمان مرة. تحسبون ان انت هنا لا تعمل ميم تمدح بندر تفكر الناس يعملوا لايك سبسكرايب يوتيوب انستغرام سناب شات تويتر وعلى القناه الثانية، هذا المخ كذا انتهينا اكيد لا. تعمل ميم تمدح بندر تفكر الناس يعملوا لايك سبسكرايب يوتيوب انستغرام تويتر على القناه الثانية يشتروا هواوي 5G خلاص يعني النهائي. بس لا النهائي النهائي في النهائي دقيقة. تعمل ميم تمدح بندر يشتروا هواوي 5G يعملوا كود بندر ريلايت. شوف خلاص هنا المخ رهيب رهيب والله. سوبر سماش بروس بندرتا اكس اديشن. اوكي الله بندرتا انجري كنتر انار رهيب. راس بندر اذا شال السماعة ايه شباب اوريكم اوريكم تروح من جد. شوفون لو كان بندر جارك شوفوا اللي نايم شوفون واحد نايم كذا وذا انا وجنبه اوكي بس شباب نوصل نهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم، راح احط لكم الرابط في الوصف، شاركوا انتم ضبطوا ميمز كذا عشان اقدر اني انزل زيادة او اني اشوف حاجة يعني غير الميمز او نشوف حل، لان احس انه يعني بدا يقل المستوى صراحة، يعني اكون صريح معاكم. وبس لا تنسوا تقيمون المقطع تعطوني لايك ونشوفكم على خير في امان الله. السلام عليكم.